يعني بعيدا يعني محمد الكوثراني الان في الوضع العراقي الحالي، بعيدا ان يكون له راي مؤثر في الوقت الحاضر، لكن اعتقد كما اكدت سلفا السيد حسن نصر الله قد يكون احد الشخصيات الذي سيدخل على هذه سيدخل لترطيب الاجواء في البيت الشيعي بالكامل. وكما شاهدنا لحد هذه اللحظة، القوى السنية لم تتفاوض مع الكتل الشيعية، وكذلك القوى الكردية كذلك لم تتفاوض وتريد أن تلعبها بذكاء، وكما الآن تلعبها بذكاء، تريد أن الكتل الشيعية بأجمعها أن تتشكل ويأتون بمرشح واحد. لكن كما شاهدنا أن بعض الكتل، مثلا كتلة الإطار التنسيقي، أكدت بأنها جمعت 93 كرسي مقعدا في البرلمان، لكن هذه 93 مع تحالف عزم، فهذا يعني ينبغي طبقا للمادة الدستورية فقط الكتل الشيعية إن فسرت المادة 45 فقط الكتل الشيعية تتفق ما بينها وتذهب إلى البرلمان بمرشح. لا يمكن في بداية الأمر أن تأتي بمرشحين آخرين من الكرد أو السنة لكي تؤكد أنها الكتلة الأكبر. وهذه الأزمة الآن حاليا، يعني الآن حاليا هي أزمة من هي الاعتراضات في الشوارع. إن تجاوزنا هذه الأزمة، ومجلس الأمن هنأ اليوم أعتقد انتهى من ناحية الشرعية والقانونية الخارجية، انتهى الأمر. لكن بعد هذه الأزمة، وإن حدث هناك توافقات ما بين الفرقاء السياسيين، أعتقد سندخل في أزمة جديدة. نعم. وهي أزمة تفسير المادة، سنذهب إلى المادة 45 أو المادة 76، وهذه أزمة جديدة. ومرة أخرى كما ذهبنا إلى في عام 2010 ما بين كتلة رئيس علاوي، سنرجع مرة أخرى إلى المحكمة الاتحادية لتفسير هذه المادة بأنه هل هي الكتلة الفائزة البرلمانية الأكبر تشكل الحكومة أم الكتلة الفائزة. نعم. وأعتقد لن تتشكل الحكومة، يعني كما أكد موقع وورلد بوليتيكس ريفيو بأنه الحكومة لم تتشكل حتى بعد 3 أشهر في الصيف المقبل، يعني كما. نعم. أكدت هذا الموقع الأمريكي.